الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في باب العراية، وهو حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه وارضاه، كان النبي صلى الله عليه وسلم حديث زيد بن ثابت في أنه صلى الله عليه وسلم أذن في العراية أن تباع بخلصها، وفي رواية مسلم أن تباع بخلصها يأكلونها رطبا. وذكرنا معنى العراية أن جمع عرية وزنها ثعيلة، وذكرنا التفسيرات الثلاث التي ذكرها العلم المقصود بها عند الشافعي عند المالكية، وتفسيران آخران أحدهما عند الشافعي وآخر أيضا ذكره أهل العلم، وما ذكره أيضا الإحناف. وتكلمنا حول الشروط التي ينبغي أن تكون في العارية، وأن العارية من نوع بيع الجنس الربوي بجنسه أحدهما رطباً والآخر يابساً، وأن هذا من المزابنة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولكن أذن في العارية بأن يباع الرطب على النخل بكيله تمراً، وذكرنا شروط ذلك. ومن هذه الشروط أن يكون المقدار نحو 5 أوسق، هذا هو الذي أشار إليه الحديث الثاني الذي أورده الإمام المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام، وهو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في بيع العراية في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. وهذا الحديث جاء في الصحيحين، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، رواه البخاري ومسلم. أبو هريرة سبق أن ترجمناه في مواضع كثيرة، أبو هريرة بن الرحمن بن صخر الدوسي، صحابي جليل مكثر في رواية الحديث، أسلم وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر ولازمه عليه الصلاة والسلام، وكانت وفاته آخر 57 وقيل غير ذلك، وحديثه عند أصحاب الكتب. تضمن الحديث شرطا من شروط بيع العراية، أو من الشروط التي فيها الترخيص والإذن في بيع العراية، ألا وهو تحديد المقدار. وقد اختلف العلماء، وقد جاء هذا الحديث أي حديث أبي هريرة
على صيغة الشك أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في العرايا أن تخرص، أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لبيع العرايا في ما دون 5 أوسق، أو قال في 5 أوسق، أو قال في 5 أوسق. فلفظ الحديث جاء في الرواية بلفظ الشك، والشك في هذا من أحد رواته كما قال أهل العلم وهو حصين ابن عبد الرحمن، فرواه بصيغة الشك فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق. فهذا هو المقدار الذي تجوز فيه المبايعة في ما يسمى بالعرايا أو ما يسمى بالعرية. ويقال الأوساق جمع، أو أوسق جمع وسق بفتح الواو، بفتح الواو، ويقال وسق بالكسر. والوسق مقداره 60 صاع، وكيل معروف عند العرب أنه 60 صاع، أنه 60 صاع. وجاء تحديده في حديث مرسل فيه أن الوسق، أن الوسق 60 صاع، والصاع بأربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم. وحقيقة المد هو ملء الكفين المتوسطتين المعتدلتين المضمومتين غير المبسوطتين ولا المقبوضتين، أي حقيقة المد أن تكون يد المعتدلة ليست بصغيرة ولا كبيرة، بل هي معتدلة يضم صاحبها كفيه لا يبسطهما ولا يقبضهما، بل بين ذلك. فهذا هو المد، أربعة منه، أربعة أمداد تعطينا صاعا واحدا. والوسق 60 صاعا، ومعنى ذلك أن الوسق كم فيه من مد؟ 60 × 4 240، 60 صاع. الوسق في 60 صاع، والصاع في 4 أمداد، 4 × 60 240. وهذا هو الوسق. وجاء الإذن في 5 أوسق أو دونها، 5 أوسق يعني 5 × 60 صاع، 5 × 60 صاع كم؟ 300 صاع، 300 × 4 أمداد 1200 مد، أو 240 مد. الوسق 60 صاعا، الصاع 4 أمداد، 4 × 60 240، 240 مضروبة في 5 تعطيها أيضا 240 مضروب في 5 تعطي كم؟ 1200 مد. نعم. ورود الحديث بلفظ الشك بنى عليه خلاف العلماء فيما هو المقدار الذي يجوز فيه التبايع في العرية، هل يجوز في 5 أوسق أو لا يجوز. واتفق جمهور العلماء أنه يجوز في 4 أوسق فما دون، كما أنهم اتفقوا في أنه لا يجوز فيما زاد عن 5 أوسق، فيما زاد عن 5 أوسق. أما ما بين 4 أوسق و5 أوسق فالأصل في ذلك الجواز، وهو القول الذي ينبغي أن يعتبر عند كل من قال بجواز بيع العرايا. إذا زاد على 4 أوسق وكان دون 5، للفظ الحديث فيما دون 5 أوسق أو قال 5 أوسق، فما دون 5
يشمل ما كان أزيد من أربع. وبعض أهل العلم قال لا يزاد على الأربع، وهذا إذا كان يقصد بذلك الاحتياط فنعم، أما إذا كان يقصد المنع فهذا لا دليل عليه، لأن ما دون خمسة أوسق يشمل ما زاد على أربعة أوسق، يعني أربعة أوسق وثلث ونصف وثلثين وثلاثة أرباع وسبعة أثمان يشمله، فيبقى الخلاف منحصرا في الحقيقة في خمسة أوسق، هل يجوز ذلك أو لا؟ فذهب جمهور العلماء من الشافعية والحنابلة وغيرهم إلى أنه لا يجوز بيع العرايا في خمسة أوسق، ودليلهم في هذا أن أصل هذه المعاملة هي مستثناة من تبايع محرم، وهو بيع المزابنة، وهو بيع المزابنة، فالعرية مستثناة منه، والرخصة يقتصر فيها على أقل ما يأذن فيه الشرع، فما دام بيع الرطب بجنسه يابسا محرم لوجود ذريعة الربا، وجاء الترخيص في بيع العرايا فيقتصر على الأقل فذاك هو الأحوط. قالوا أيضا الحديث جاء بلفظ الشك، والأصل في هذه المبايعة في هذه البيعة وهذا التبايع الأصل فيه التحريم، فإذا اقتصرنا على أقل المقدارين دون خمسة أوسق فهذا أكيد أنه جائز لدلالة الحديث عليه، يبقى فيه خمسة أوسق والأصل فيه التحريم، لأنه لو لم يأتنا حديث الترخيص في بيع العرايا، لو لم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا فما يكون حكمه؟ التحريم، لأنه من باب المزابنة، بيع الرطب بجنسه يابسا هذا مزابنة، فالأصل أنه حرام. طيب الأصل أنه حرام، بيع واحد كيلو منه أو كيلوين أو مد أو صاع أو صاعين أو ثلاث كله حرام، هذا هو الأصل، فجاء الحديث واستثنى بيع العرايا، لما استثنى بيع العرايا جاء المقدار على لفظ الشك، خمس دون خمسة أوسق أو خمسة أوسق، فما دون خمسة أوسق هذا محل اتفاق في أنه مرخص فيه، أما خمسة أوسق فجاء بلفظ الشك، والأصل في ذلك أنه حرام، لأن هذه بيعة مستثناة من أصل محرم، فالأصل في خمسة أوسق أنه منهي عنه، والحديث جاء فيه الإذن لكن بلفظ الشك أو خمسة أوسق، فيقدم اليقين على الشك. ما هو اليقين؟ أن خمسة أوسق لا تجوز، بيع العرايا بمقدار خمسة أوسق غير جائز، فنبقى متمسكين باليقين، ويصير الإذن فيما دون خمسة أوسق، واضح؟ فيما دون في أقل خمسة أوسق مأذون فيها أو غير مأذون فيها؟ ها؟ خمسة أوسق مأذون فيها أم غير مأذون فيها؟ غير مأذون، يقول خمسة أو تضرب بين خمسة أوسق أم دون، قلنا لفظ الحديث قال فيما دون خمسة أوسق أو خمسة أوسق، واضح؟ سمعت أن لا يجوز ما زاد عن خمسة أوسق، نعم كيف؟ ما زاد هذاك محل اتفاق، قلنا أربعة أوسق فما دون،
محل اتفاق انه يجوز. ما زاد على الخمسة أوسط. ما زاد على الخمسة محل اتفاق انه لا يجوز. خمسة أوسط. بين أربعة وخمسة الأصل الجواز مطلقا، والخمسة جمهور العلماء أنه لا يجوز. لماذا؟ لأنه بناء على الأصل وهو التحريم، ولأن الرواية فيها الشك واليقين مقدم على الشك، يعني أن خمس أوسق لا تجوز. لا يجوز أن يبيع بيع العراية في مقدار 100 ألف و200 مد، أقل منه جائز. واضح؟ وتفرد المالكية في المسألة فقالوا بجواز خمسة أوسق، قالوا بالجواز وأخذوا بلفظ الحديث دون خمسة أوسق أو خمسة أوسق، وقالوا هذا الشك من الضاوي ولا يمنع ذلك، فأذنوا في وأجازوا خمسة أوسق. واستدلوا أيضا في بعض الآثار الواردة عن بعض الصحابة أنهم ذكروا خمسة أوسق، ذكروا ماذا؟ خمسة أوسق. وهذا هو أيضا رواية عند الحنابلة، رواية عند الحنابلة، واختارها كذلك الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. وأما الجمهور فبقوا على الاحتياط، وأيدوا ما ذهبوا إليه أيضا بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في بيع العراية في الوسق والوسقين والثلاثة والأربع، والحديث خرجه أحمد وغيره وصحيح. فقالوا غاية ما ذكر أربعة أوسق، غاية ما ذكر أربعة أوسق، وبه تمسك من أشار إلى أنه لا يزاد على الأربعة، لكن هذا قول من باب الاحتياط. وأما ما زاد على الأربع وكان أقل من الخمس فالحديث صريح في الدلالة على جوازه. واضح؟ هذا الشرط الذي فيه تحديد ماذا؟ مقدار بيع العراية. نعم، ولا شك أن سبيل الاحتياط هو الاقتصار على ما رخص فيه باليقين، أي دون خمسة أوسق، هذا هو سبيل الاحتياط. والحديث جاء بلفظ الشك، واليقين أن المقدار الأصل في خمسة أوسق التبايع فيها بطريقة المزابنة منهي، الأصل في ذلك أنه منهي، والحديث جاء في الإذن فيه بصيغة الشك، فالأولى أن لا يتعامل به وأن يجتنب، وأن يكون المعاملة فيما دون خمسة أوسق. نعم، هذا فيما يتعلق بالحديث. فيه إشارة إلى بعض الفروع. لما جاء الحديث وقال أنه لا يجوز أو أنه رخص في أن يبيع العراية في خمسة أوسق أو دونها، هل هذا مقيد بصفقة واحدة أو باعتبار البائع أو باعتبار المشتري؟ فهنا يحتمل صور، بمعنى قد يأتي المشتري فيشتري من شخص بطريقة العراية، يشتري منه وسقين ويشتري من آخر ثلاث أوسق ومن آخر وسق وهكذا، فإذا جمعنا عليه كم صار؟ زاد على خمسة أوسق. فهل المقصود باعتبار المشتري؟ إذا قلنا القصد باعتبار المشتري فلا يجوز له ذلك، يعني لا يجوز أن يجاوز خمسة أوسق سواء اشترى من شخص واحد أو أكثر. إذا قلنا باعتبار البائع، اعتبار البائع،
فإذا اشترى من شخص وسقين ومن آخر ثلاث ومن آخر أربع جاز ذلك أو لا؟ جاز، لأن هذا البائع لم يبيعه أكثر من خمسة أوسق. وإذا قلنا باعتبارهما فلا يجوز أن يجاوز، وإذا قلنا باعتبار الصفقة فلا يجوز أن يشتري في صفقة واحدة أزيد من خمسة أوسق من أناس مختلفين، أما بصفقات متفرقة فهذا جائز له. وبعض العلماء استظهر من الحديث أن الإبرة في النهي أن تكون في صفقة واحدة، وضابط الصفقة هي باعتبار المشتري والبائع، باعتبار المشتري والبائع. وبناء عليه فما دام الترخيص في العرايا من باب أن يستفيد من ليس له رطب ليأخذ الرطب ويأكلها رطبا، فلا ينبغي أن يزيد على خمسة أوسق سواء اتحد البائع أو اختلف، وسواء كانت صفقة واحدة أو كانت صفقات، لأن المقصود أن يشتري رطبا ويأكلها رطبا. فإذا اشترى أزيد من خمس ولو تغير البائع والصفقات فلا يصل إلى أن يأكلها رطبا، وليس هو المقصود من الشرع. المقصود كما قال في حديث زيد ثابت يأكلونها رطبا، ولهذا اقتصر على دون خمسة أوسق أو خمسة أوسق لأن ذاك المقدار الذي يعني هو كاف ليستفيد منه. ولهذا يقال أن الاعتبار الصفقة الواحدة ينظر فيها للمشتري والبائع، والله تعالى أعلم. طيب هذا ما يمكن أن يذكر. قلنا حسين عبد الرحمن، حسين إيش قال هو؟ داود ابن حسين. قرأ قرأ. قال وهو داود ابن حسين قال عيد عيد. وهو شك وقع لأحد رواة الحديث وهو داود ابن حسين. أي فلذلك كمن يعني طيب خلاص صواب صواب. الذي شك في الرواية هو داود بن حسين، داود بن حسين. قلنا الراوي الذي شك حسين بن عبد الرحمن صوب ذلك هو داود بن حسين، مثل ما ذكر الشارح الشيخ البسام هو داود بن حسين. هذا ما يمكن يلقى في تتمة الحديث هذا ما يتعلق بالقضايا، نكتفي بهذا إن شاء الله. يقول السائل ما حكم الشرع في صلاة التسابيح؟ صلاة التسابيح جاءت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق ابن عباس، والحديث فيه يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس، يقول ألا أحبوك ألا أعطيك ألا أعلمك، فعلمه هذه الصلاة وهي صلاة التسابيح، وهي في الجملة يعني ليست مخالفة للصلاة العادية إلا من حيث إطالة المكث في
أركانها بتكرار ذكر معين. وهذا الحديث جاء من طرق كثيرة، وأهل العلم مختلفين فيه من حيث التصحيح والتضعيف، فضعف الحديث بعض العلماء، ومنهم من قال منكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وغيره، وبعضهم حسن أو صحح الحديث، وقد ذكر غير واحد من السلف أنهم كانوا يصلونه ويتأيد هذا بالأحاديث التي جاءت من طرق كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة أو علم عمه العباس ذلك، وهو أن يصلي 4 ركعات ويقول في كل ركعة 75 مرة ذكر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، فيقوله قائما بعد القراءة 10 مرات 15 مرة، وإذا ركع يقوله 10، وإذا رفع من الركوع يقوله 10، وإذا سجد يقوله 10، وإذا رفع من السجود يقوله 10، وإذا سجد السجدة الثانية يقوله 10، وإذا رفع من السجدة الثانية جلس للاستراحة ويقول 10. هذا من الأدلة التي استفيد منها مشروعية الجلسة هذه الجلسة الاستراحة. فإذا صار عددها كم؟ 75 مرة في ركعة واحدة، في 4 ركعات يقول كم؟ 300 مرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة، أو في الجمعة مرة أي في الأسبوع، أو في الشهر مرة، أو في السنة مرة، أو في العمر مرة أي واحدة. هذه هي صلاة التسبيح، ويظهر الله أعلم الحديث ثابت وهو مشروع وهو حسن، والصلاة هذه مشروعة أن يصليها، والله أعلم. يقول هذا في رياض الصالحين في باب الشفاعة، وجد كلام لعله كلام النووي أو الشارح: ومثل ذلك أيضا لو وجب لك حق على شخص ورأيت أنك إذا تنازلت عنه هكذا ربما استخف بك في المستقبل وانتهك حرمتك، فهنا لا حرج أن تقول مثلا لبعض الناس: اشفعوا له عندي حتى تظهر أنت بمظهر قوي ولا تجبن أمامه ويحصل المقصود. فهل يمكن توضيح هذه العبارة؟ هذا في الحقيقة من باب المعاملة، يعني الناس تختلف طباعهم، ومن الناس من إذا تلاينت معه يزداد شره ويستخف بك ويرى فيك ويرى منك حسن المعاملة هذه جبنا وضعفا وقلة حيلة وعدم فطنة أو غير ذلك. فالناس عقولها تختلف، أحيانا إذا تلاينت معه يرى منك هذا. فمن الناس إذا كان تعرف منه هذا والعفو مطلوب، وأن تعفو خير لكم، ولمن عفا وصبر وغفر إن ذلك للناس من أمور، وعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. والآية فيها كثيرة: ولم يزد ولا يزيد الله تبارك وتعالى العبد بعفو إلا عزا. الأحاديث هذا أيضا كثيرة، لكن هؤلاء إذا أنك تساهلت معه قد يزداد شره،
فينتهي كربتك ويعني يعني يزداد شرا كما قال القائل: وإذا أكرمت الكريم وإذا أكرمت اللئيم الكريمة وإذا أكرمت اللئيمة تمرد، إذا أكرمت الكريمة تكرم، وإذا أكرمت اللئيمة تمرد، يزداد تمردا. فهنا لا بأس أن تظهر الشدة معه فتجعل واسطة بينك وبينه دون أن يشعر، وتدخل للواسطة هذه: اشفع لفلان حتى يرى أنك تنازلت وتساهلت معه بواسطة الشفاعة وليس من باب الصفح عنه فقط، هذا المقصود. فيكون يرى فيك مظهر القوة ويذهب عن ذهنه ذاك النظر السيء أنك جبنت أمامه أو ضعفت أو غير ذلك، فهذا لا بأس به، هذا المقصود وهو واضح. يقول: هل الوضوء بعد غسل الجمعة واجب؟ غسل الجمعة هو اختلف في أهل العلم هل يجزي عن الوضوء أو لا، لأنه قال هو غسل من باب التنظيف، فإذا ليس فيه نية رفع الحدث، ولهذا قال يتوضأ قبله أو أثناءه أو بعده، لكن لا بد من وضوء لرفع الحدث. ولا شك لا ريب أن الذي يظهر أنه غسل تعبدي فهو كاف لرفع الحدث مع استحضار النية، لكن من باب الاحتياط وحفظ هذه العبادة أن يتوضأ بنية رفع الحدث خروجا من هذا الخلاف المشتد. فأما إن وقع أن نوى رفع الحدث وعمم جسمه بالغسل ثم نسي أن يتوضأ فصلاته صحيحة، لكن الأولى خروجا من الخلاف أن يحدث وضوءا على الصفة الشرعية مع نية رفع الحدث، والله أعلم. كيف يمكن بين غسل الجنابة وغسل يوم الجمعة؟ يعني أنا هنا يغسل لكل واحد منهما غسلان، الجنابة لا غسل والجمعة لا غسل، مستقل على الصحيح. هل يجوز بيع السكن الذي يسمى بالسوسيال الاجتماعي مع العلم أنه ملك للدولة؟ إذا ليس ملك لك لا يجوز لك أن تبيع، لا تبيع ما لا تملك. ما هو في شراء أرض زراعية ليس لها وثائق تثبت الملكية لكنها ليست ملك للدولة بل ملك لشخص منذ القديم بالإرث، لا وثائق تثبت الملكية وليست ملك للدولة بل ملك لشخص لا يملكها ولا تملكها الدولة بل يملكها، هذا شوية هو فيه نظام الملك التملك بالتقادم، ملك الشيء بالتقادم موجود له أصل في الشرع، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، من أحيا أرض ميتة فهي له. ولكن هذا اختلف فيها للعلم على تفصيل، فمنهم من يرى ذلك مطلقا ومنهم من يمنع ذلك ومنهم من يفصل، والتفصيل أقرب وهو تفصيل بين الأراضي التي قريبة للمدن والأراضي البعيدة، والأرض التي استقر عليها ملك الدولة والتي لم يستقر عليها، فهذه إذا أحياها يمكن أن تكون له ما لم يمنع الحاكم من ذلك. أما الأرض التي هي قريبة من المدن أو بين أطراف المدن لا يمكن أن يستغلها فيقول هي لي، لأن النظام العام صار أن الأراضي ممسوحة وما يملكه أصحابها فهو لهم وما لا يملكه فهو أرجع إلى الدولة. أما إذا قال يملكه ليس بالتقادم ولكن بإرث قديم فالأمر في ذلك سهل، ينبغي أن يثبت هذا الإرث بالشهود،
يثبته بالشهود، فإذا أثبته بالشهود عند ذلك يثبت الملك له ويشتري ويبيع. يقول هذا سافر، إذا سافر إلى الجزائر صلي الظهر في الطريق، إذا رجع أدركه العصر وهو في الطريق، عند وصوله للبيت هل يصلي أربع أم ركعتان كون الوقت دخل في طريقه وهو مسافر؟ الصلاة المقيم أو الرجل إذا كان دخلت عليه الصلاة وهو مسافر ثم أداها بعد أن صار مقيما، أو دخلت على الصلاة وقت الإقامة وأداها لما شرع في السفر، فأكثر العلماء يقولون الصلاة يصليها باعتبار الوقت الذي دخلت عليه، فإن دخلت عليه وهو مقيم صلاها إتماما ولو كان مسافرا، وإن دخلت عليه مسافر صلاها قصرا ولو صار مقيما. والصحيح والله أعلم أنه يصليها بحسب الحال الذي هو عليه، وأقم الصلاة لذكري، فالصلاة بحسب وقتها، فإذا وجبت عليه وهو مسافر ثم أخر إلى أن صار مقيما صلاها إتماما، وإذا وجبت عليه مقيما فأخر وأنشأ سفرا وصلاها أثناء السفر بعد أن يغيب عن البلد الذي هو فيها فإنه يقصر، هذا هو الأقرب وتدل عليه النصوص والله أعلم. يقول هناك من يشتري نوعا من القطع النقدية من صنف واحد دينار بخمسمائة دينار ويقولون عشرين دولار خمسين ألف واحد دينار، قال خمس واحد دينار خمسمائة دينار، خمسمائة دينار شحال خمسمائة دينار؟ مئة دولار اللي يكتب غلط ها؟ خمسين ألف، هو قال يبيع نقد واحد دينار بخمسمائة دينار يعني عشرين دولار خمسين ألف. طيب والأخ يقول خمسمائة سنتيم مئة دولار، على كل أي ممكن الخطأ في الوحدة يعني. يقولون إنها مصنوعة من فضة ونحن نشتريها على أساس أنها فضة ليس على أساس أنها قطع نقدية، فهل يجوز هذا البيع؟ إذا ثبت أن هذا الدينار واحد دينار عبارة عن فضة حقيقة فهذا يجوز، يجوز أن يشتريه من باب ماذا؟ أنه فضة، لأنه عشرين دولار إذا كانت فضة توزنها راهي غرامات، غرام تاع فضة شحال راه؟ ها؟ ها؟ أكيد 500 دينار، غرام تاع فضة شحال راه؟ ها؟ 190 19000، أنا كنت نقول قريب من 20000 19000. طيب 20 دولار لو توزنها شحال تجيب؟ تجيب واحد غرامين وشوية ها؟ قريب 50000 راهي ثمثم هاي الدور في النار، هذا اللي يبيع لك كل حلبين بتاجر ما هو شوف كل خلود. فإذا كان هذا على هذا الأساس يضع أنه جائز، إذا كان على هذا الأساس جائز، لكن شرط آخر وهو 500 دينار هذه لا شك أنها ورق ما هيش قطع نقدية من فضة، راح يصير ماذا؟ يصير تفاضل من جنس واحد، فإذا كانت واحد دينار هذه من فضة جاز شراؤها من هذا الباب، من باب أنها فضة لا من باب أنها قطع نقدية، يظهر هذا. وله صور، له صور في البيوع الشرعية يعني ذكر أهل العلم في أبواب
في أبواب الربا، والله أعلم. نلتفي بهذا وبين الله وسلم وبارك على نبينا محمد.